واش في حد ذاته. اما كي تبدا طوينا مثلا ساعات تقول لك قصه حب قصه حب يا خويا فهمت، حتى تبدا مقاس انا من حتى واش لازم تكون عمرك 18 سنه باش تحب خاطر يكذبوا عليك. يقول لك اول حب 18 سنه قبل برشا، فما قبل اللي نجم يكون الاغلبيه قبل ويكذبوا عليك. انت تطول تعيش لليوم تعيش في قصه حب متجدده مدامه هذا مش داخل في لا مش داخل هذا كامل مش لازم نجاوب هذا نعرف من موجود خاطر غادي نعرف من عينيه كان لا ربي يفضله هكا ربي يفضله ولا ربي يخليه ربي يخليه امين. ما وقف معاك وحمل كل شيء كل شيء اللي تعدل كله والله شيء كبير سيرتو قبل توا حتى شيء بقليه. اما قبل كي بيتوا البوليسيه قدام الدار وهو مش مستانس بالحكايه معناها مش مستانس بالامور السياسيه هذيك وكل يعطيه الصحه يقتلهم يقول شكون يقول وزاره الفلاحه قول كيفاش زاد في الليل على خدمه هنا للصباح قول كيفاش يقعدوا غادي يبيتوا غادي تحيه ليه. باهي باش ناخذ رايك في بعض المواضيع اللي في تونس اليوم يتسموا سوجي تابو، يعني كي نحكيوا عليهم ديما فيهم هكا بعض المؤاخذات ولا ما تجرأش تحكي فيه وكل، مع او ضد تغيير جنس المولود؟ اش معناها هو باش يغير عمره ما سامحني شكون خليتني واقف ما يغيروش المولود هو كي يكبر الانسان اي اي خد يوم اليوم معناها العلم اثبت انه في بعض الحالات البدن والمخ مش ماشيين جميع. معناها المخ يعني البدن مثلا الراجل والمخ مرأة ولا العكس بالعكس ويعيش الانسان معناها في مشاكل كبيره ياسر. اليوم في العالم اجمع قاعدين يعترفوا بشويه بشويه ويحبوا الانسان يعيش متوازن. احنا في الاخر كان جينا بالحق شعب وحكومه قاشي الاخر ونخبه وكل شيء نحطه في مخنا اللي شنو هو الهدف في الاخر واحد باش يعيش ما يعرفش عارف قد باش يعيش انه انسان يعيش مرتاح متسالح مع روحه باش ينجم يعيش مع الاخرين. انما كانسان يبدا مريض ويبدا تعب يعني بيكرب ورا عندي انا حالات من واحد مشى لالمانيا وعمل فهمت معناها يرجع انسان يولي متوازن وما عادش عنده معناها رغبه في الانتحار وما عادش عنده رغبه باش معناها يعني ما قصد الفكره كان في عائلتك كان في عائلتك شكون يجي يحب كيف كيف تقبل تقبل نعاون انا نعاون المشكله انا نعاون عائلتي ولا خارج عائلتي باش نقول لك حاجه نهار اللي نحن ما عادش نحكموا في العبد في الاخر كل واحد يتلهى بروحه ويعرف هو على شنو الحدود يحطها لروحه. هو يحط الروح الحدود اللي يحبها هو. اما خاطر نعدوا حياتنا تبقى في حدود المجتمع ونعاود نقول لك قد ما تلقى انسان يحط حدود للناس راهو مش حاط الروح اما بسرقه برك. واضح. موقفك من المثليه الجنسيه؟ شنو هذه في الحق كيف كيف ضد العقوبه وهذا مجوز التقرير ومانيش قابله أنه الناس تدخل الحبس لا ضربوا لا مسبوا لا مسوا الآخر لا في كرامته لا في حتى شيء لأنه هو خلق هكاكا ولا معناش الظروف خلقته هكاكا أنا نحطه في الحبس. إيش معناه هذا أحكام هذه أحكام مع العلم اللي حكيه على اللي بده يقول لك هذي بتاع الخارج جابته فرنسا راهو هذاك في بالك تجريب مثلية في تونس جابته فرنسا خاطر كانت تسمى في مخها التوانسة الكل مثليين وعلى خاطر قبل فرنسا هي كانت ما وصلش مش متقدمه راهي من الاول مستعمرتنا هي مش متقدمه في فرنسا يخلطوا بين المثليه والبيدوفيلي يعني بالنسبه لهم الاعتداء على الاطفال والمثليه الجنسيه معناها حريه شخصيه حط في مخك حاجه ضد تجريمها ولا عقوبتها انا حاجه ما تمسش الاخر لازم تكون حره. واضح. المدارس القرانيه المدارس القرآنية في المطلق ما نجيش نقول لك معاه ولا ضد. انا مع المدارس القرآنية من حق انسان يحب يقري ولده قرآن حق من حقوقه اما مانيش مع المدارس الوهابية. المدارس الوهابية؟ اي نعم. تبعت مثلا الملف هذاك نتاع المدرسة القرآنية تاع رقيب؟ شنو تبعته؟ تبعت دقيقة انا في الوزارة ونكلم ودينا حربتها كيفاش؟ اما الحمد لله برشا اولاد منعوا اطفال منعوا. والقضاء قال كلمته في ال قاعد القضاء فما قضايا تحكم فيهم فما قضايا ما زالت غير ذلك فهمت لا وفما برشا هاي في المرسى هنا مدرسه قرانيه كلمت عليها فما صار شيء. واضح. انا قلت لك وهابيه وهابيه اللي الصغار معناها تزرع فيهم فكر اي ما الصغرى تعلموا قران احنا كنا مشينا كتاب قريت كتاب طبعا فهمت عندك في العائلة شكون عندهم انتماءات متشدة يعني؟ اي طبعا، نسكن عنده في العائلة، شو ما عندوش؟
يكذب عليك يقول ما عنديش. في العائله حتى المقربه نتاعك مادام عندك؟ عندي ناس اسلاميين وكشما فهمت، وفما حد تعدى مرحله ما هم الضد مثلا اللي تقول فيه هذا ولا اللي تحكيه. اي ضد ضد اه؟ ونحكي نتعاركوا ساعات فهمت، وساعات يقولوا لنا مش مرونا القاعده فهمت، مش مقاطعينك ولا حاجه. لا لا بالعكس تحكي فيا كي يسبوني ما يحملوش فيا بيه؟ ونحن نتعاركوا وساعات يرحمها حمادي تقول لي فرحكم يفرحكم نهار عيد، مش لازم مثلا رجل اختي رجل وستي نهضاوي، نقاشات عاديه جدا. وساعات قلت لك سوزي يطلع ولا حاجه وحماس تفجع مسكين حمادي يرحمها. دونك كيف كيف عائلتي ولاد عمي وكل شيء فهمت. يلا ناخذوا فصل صغير مادام ناخذوا فصل صغير من بعد نرجعوا نحكيوا معاك في الملفات الاهم شوي واللي عملت بوليميك الفتره الاخيره.